السلام عليكم طلاب. جروبي سبق وإن شرحت لجروب أي مادة Human Computer Interaction وانطيت أمثلة كلش كثيرة. اليوم أنا راح أختصر بالأمثلة، لأن بعض الطلاب قالوا الأمثلة كثيرة وإحنا دخنا وما دا نقدر. ما مشكلة، لحد هنا راح أختصر بس على المادة. واليوم هو إحنا حنشرح فقط الانترودكشن. خلينا نشوف الأوتلاين التابع لهذه المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى Human Computer Interaction، تتكون من Introduction، Why HCI، What is HCI اللي هي مختصر Human Computer Interaction، Define the HCI، وأخيرا Generation Interaction Process. ناخذ بالبداية المقدمة الانترودكشن ونشوف. ناخذ الآن الانترودكشن، نشوف بالانترودكشن ماذا يوجد. Designing interactive computer system to be effective, efficient, easy and enjoyable to use is important so that people and society many may realize the benefit of computation based device. النقطة الثانية Human Computer Interaction is a specialty, is many field and is therefore multidisciplinary, but it has an intrinsic relationship as subfield to computer science. ماذا تعني هذه النقطتين؟ يقول من المهم تصميم أنظمة حاسوبية تفاعلية تكون بسيطة، تكون فعالة وبسيطة وممتعة للمستخدم. هذه تكون جدا مهمة. ليش جدا مهمة؟ احنا هسه ابسط شغلة، اذا انت بيدك الموبايل شوف ايقونات موجودة، مجرد اذا ناخذ مثلا ايقونة التطبيق ترانسليت المترجم، مجرد تضغط على المترجم مباشرة ينفتح وتخلي اي كلمة تترجم باقل من دقيقة. هذه تكون فعالة وتكون سهلة وتكون تتفاعل ممتعة ويا المستخدم، وتكون أيضا اجتماعية لأن الكل قادر على استخدامها، لا تقتصر على شخص معين أو يوزر معين هو صاحب تخصص. النقطة الثانية تعني أن التفاعل بين الإنسان والحاسوب دخل في عدة تخصصات. طبعا شلون دخل في عدة تخصصات؟ في الوقت الحالي أي تخصص هندسي، طبي، أدبي، في أي تخصص يقدر أن يستخدم الحاسوب بكل سهولة. فلذلك صارت العلاقة التفاعلية، العلاقة التفاعلية بين الحاسوب والكمبيوتر فعالة جدا. النقطة الأخرى Most interactive computer systems are for some human purpose and interact with humans in human contact. يقول في هذه الخطوة، يقول معظم أنظمة الحاسوب التفاعلية لها أغراض مهمة للبشر وتتفاعل في هذا السياق. يقول في الحقيقة النقطة الأخرى، يقول في معظم أنظمة الحاسوب توجد سياقات بشرية للتفاعل مع هذه الأنظمة. إيش يقصد به هنا؟ مثل ما تشوف بالصورة، يقول الشيء المهم انه اكو تفاعل بين المستخدم والحاسوب يتم من خلال واجهات معينة. هذه الواجهات هي التي تسهل عملية التفاعل بين الانسان والآلة. اكزامبل على اللي موجود حتى لا نطلع خارج نطاق المحاضرة، شوفوا هنا هذه ايقونات، مجرد انه تدخل على أي أيقونة أنت تقدر تتفاعل بها معها، وتقدر في نفس الوقت أنه هي تؤدي الغرض التي صممت من أجله. For example، هذه الطفلة جالسة مع ريبورت، دا تلعب بالريبورت، أنه على أي أيقونة تضغط يؤدي المهام، مثلا بها حاكية، بها نشيد، فهي دا تؤدي مهمة معينة، فصار تفاعل بين الطفلة وبين الروبوت. كذلك اللي أمامك الأيقونات نفس الحالة، مجرد أنه أدخل على أي أيقونة أقدر أحصل على التطبيق المناسب إلي، من خلالها صار التفاعل بين الإنسان والآلة. هنا
خلي نشوف انه سهولة التعامل مع الواجهات في هذه المرحلة. الانترفيس اللي دا شوفه باللون الاخضر مهم جدا في عملية التفاعل بين الانسان والحاسوب. اذا فشل الانترفيس في التعامل او ما ادى المهمة التي صممت لأجله يعتبر نظام المصمم فاشل ولا يؤدي الغرض الذي صمم من أجله. الخطوة اللي بعدها اللي هي YHCI نقول Computer and Related Device have to be designed with the understanding that people with a specific task in mind will want to use them in a way that is seamless with respect to their everyday work. ماذا تعني هذه الخطوة؟ في الوقت الحالي يكون خلينا ناخذ الشاشة اللي أمامنا أو الصورة اللي أمامنا هو نظام الوورد. شوف هنا مستخرج جميع الأيقونات اللي موجودة. طبعا احنا هذه حاليا ما راح نستخدمها كلها جميعا حسب الغرض اللي أنا أحتاجه. شي يقول؟ يقول في هذه المرحلة انه أنا إذا محتاجة أسوي عملية طباعة اعتيادية أطبع بالشكل الاعتيادي، نفس الوقت أنا محتاج أنه أكبر نوع أكبر الخط، أستخدم نوع الخط، أشوف أنه هو يحتاج لبولدر، يحتاج من اليمنى من اليسرى، يحتاج أسوي جداول. فبهذه الحالة هذا الأبليكيشن الجاهز أدى التفاعل بين الإنسان وبين الآلة. نجي على الخطوة اللي بعدها. طبعا بالمناسبة اللي هنا حاليا الأسئلة حاضرة وجوابها مباشرة أسفلها. هسه مثلا نقول YHCI مباشرة بس تعرف هذا السؤال جوابها بالأسفل. نقول الخطوة اللي بعدها نقول القيام بذلك يحتاج أولئك الذين يصممون هذه الأنظمة إلى معرفة كيفية التفكير فيما يتعلق بمهمة المستخدمين نهائيا وكيفية ترجمة تلك المعرفة إلى نظام قابل للتنفيذ. طبعا أنا إذا ما أعرف أنه هذا النظام لا يؤدي إلى الغاية التي يصمم من أجله فيعتبر نظام فاشل. بنفس الوقت هذه دشوفها هذه عبارة عن واجهات، الواجهات صممت لغرض تنفيذ المهمة التي صممت من أجله، يعني نظام طباعة كامل يؤدي الغرض للطباعة بحيث أنشأ ورقة أو فد دوكيومنت مناسب إلي أو حسب الشيء اللي أنا أريده، فهو أصبح فعال ونظام قابل للتنفيذ. يعني ان اكسكيوتبل سيستم. الخطوه اللي بعدها اللي هو الانترفيس، سبق وان تكلمنا عن هذه النقطه اللي هي الواجهات، هي التوصيله او هي المهمه الاخيره بين تطوير التصميم بشكل متكامل مع بقيه النظام. يعني هو مو بس شكل جميل فقط، لا، لازم يؤدي المهمة التي صمم من أجله وهي عملية الطباعة، عملية إنشاء جداول، عملية جلب رسوم من باقي التطبيقات الأخرى. فإذا ما أدى هذه المهمة فهو يعتبر مشروع أو نظام فاشل. What is the or what is HCI؟ نقول هنا شو يقول؟ يقول the term human computer interaction has only been in widespread use since the early 1980, but it has root in more established disciplines. شو يقصد بهذه المرحلة؟ يقول هذه طبعا هاي نبذة تاريخية، شبه نبذة تاريخية. يقول الـ HCI بدأ الاهتمام بها في بداية الثمانين، لكن هذا مو صحيح. يعني احنا في وقت ما في الحرب العالمية الثانية كان اكو تفاعل بين الانسان والآلة، نقصد هنا آلة غير الحاسوبين. في ذاك الوقت الحاسوب كان ما موجود او كان مقتصر على اشخاص معينين فقط.
فبدأ التفاعل بين الإنسان والآلة بسنة 1908 واستمر لحد الآن. هنا دا يوضح يقول استخدام مصطلح التفاعل بين الإنسان والحاسوب على نطاق واسع بداية الثمانينات، ولكن له جذور في التخصصات الأكثر رسوخا، حيث أن النقطة الثانية الحرب العالمية الثانية درست التفاعل بين الإنسان والآلة، حيث سعى كل من جانب لإنتاج أنظمة أسلحة أكثر فعالة. هذا أدى إلى موجة من الاهتمام بالمنطقة بين الباحثين، وأنشأوا منظمة أو جمعية أبحاث الهندسة البشرية في عام 1949. هنا مجرد يحكي على استخدام أو تفاعل الإنسان مع الآلة، أما الحاسوب فهي بدأ في سنة 1908. النقطة اللي بعدها نشوف another stand of research that has influenced the development of HCI is information science and technology. انتبه على نقطة development of HCI. هنا شو قصد بعملية التطوير؟ انتوا اللي تعرفون انه اول ما ظهر الوورد مو مثل الشكل اللي انتوا شفتوه، ظهر انه اشياء بسيطة موجودة، مجرد انه اطبع اكبر اصغر اغير لونه ازيد من هذا ما كان موجود. بل مرور الزمن ظهرت تطبيقات جديدة فصار عليها تطوير، فاذا من غير هذا التطوير فانه يعتبر النظام فاشل. ليش فاشل؟ احنا لازم يؤدي المهمة التي تؤدي تفاعل الانسان مع الكمبيوتر. إذا أنا قادر بس على أكبر وأصغر وأنطي فد لون معين، فهذه غير كافية في الوقت الحالي. مثل ما دا أشوف إنه لما أنت تبدي تطبع لازم تسوي له سيند، توديه إلى إيميل معين، تريد تخزنه، تريد تنزل جداول، تريد تسوي فعال ويا رسومات ويا غير تطبيقات، فهذا لازم أكو ديفلوبمنت تطوير للتفاعل بين الإنسان والكمبيوتر عن طريق الواجهات. وهسه بعدين نجي نشرح الواجهات ومهمتها. الخطوة اللي بعدها شوف حسب الصورة، خلينا نمشي الحاسوب أو خلينا نسميه النتورك. حاليا احنا قاعدين نتفاعل بيناتنا عن طريق الزوم، لولا وجود الانترنت أنا ما أقدر أتفاعل وياكم ولا أقدر أتكلم معاكم. ففي هذه الخطوة معناها أنه مو شخص واحد يقدر يستخدم الحاسوب، يقدر عدة أشخاص جروب من المستخدمين يستخدمون الكمبيوتر ويتفاعلون مع بعضهم من خلال for example مثل ما احنا هسه جاي نستخدم الزوم، أقدر أتفاعل وأتكلم معاكم وتسألون وأنا أجاوبكم من خلال أبليكيشن جاهز اسمه الزوم. هذه الخطوة معناها. نجي على الخطوة اللي بعدها، نقول by interaction we mean any communication between a user and computer to be direct or indirect. يقول اكو نوعين من الاتصال ويا اليوزر، اللي هو دايركت مباشر وإندايركت هو الغير مباشر. الدايركت انتراكشن يقول اكو محادثة بين شخصين او اكثر، فهذه نسميها دايركت انتراكشن، وهذه حالنا هسه مثل حالنا احنا دا نتواصل عن طريق الزوم، فهذه محادثة او تفاعل نسميها دايركت. Indirect interaction يقول may involve batch processing or intelligent sensor controlling the environment. يقول هنا اكو اشياء او معالجات تدخل هي استشعارات غير محسوسة تسيطر على البيئة اللي احنا عايشيها. For example نفس الحالة هسه احنا قاعدين على الزوم ودا نشتغل، بس اكو شغلات داخلية احنا ما نعرفها دا يصير، بس هي دا تظهر بالشكل اللي احنا قاعدين ودا نشتغل. انا دا اتفاعل معكم عن طريق الزوم، بس اكو اشياء داخلية بداخل البيئة مالتنا او بداخل غرف معينة جاي تشتغل حتى تطلع المهمة المراد تنفيذها في الوقت الحالي،
وهي عملية الاتصال من خلال الزوم. يقول مثل ما تشوفون الصورة، الصورة هنا دي يتفاعل مباشرة، طبعا مو الصورة، الشاشة طالعة باللون الأسود اللي بيها الواجهات، هذه indirect، العفو هذه دايركت، دي يتفاعل معها وتطلع مسجات، تطلع فد ايقونات تقول له استخدم هذه الايقونة، روح لهذه الايقونة، فهذه دي يتفاعل معها دايركت. indirect اللي هو استخدام الكمبيوتر، عجبه شلون دي يصير هذه، شلون دا تطلع هذه الواجهات، هاي اشياء غير محسوسة داخلية. رجع الخطوة الاخيرة، مثلا خلينا نشوف شلون نطلع اسئلة من هيك نماذج. مثلا أنا أسألك أقول أكو ثلاث كلمات لاستخدام اليوز، ما هذه الثلاث كلمات؟ أنت تشرحها لي ثلاثة، أنت طبعا هي كل واحدة سطر سطر ماخذة، أو تجي على شكل فراغ أقول make people want to use it, be attractive, engaged, fun العفو، هذه شنو معناتها؟ تقول لي معناتها هي used، يجي على شكل فراغ وهكذا. فد شيء مختصر عن شلون تكون السؤال. نقول هنا السلايد جدا مهم، وهو عملية تعريف ال HCR. يوجد لدينا ثلاث تعاريف مهمة في هذا الموضوع. التعريف الأول يقول ال HCI the study of how humans interact with the computers and how to design computer systems that are easy, quickly and protective for human to use. طبعا هنا التفاعل مع الكمبيوتر يتم من خلال الديزاين. ديزاين شنو؟ ديزاين الشغلة اللي صممت على أساسه. على سبيل المثال ناخذ الوورد، صمم لغرض الطباعة، صمم لغرض عمل جداول، أو صمم لغرض جلب فيجرات لإكمال عملية الطباعة وحسب الشيء اللي أنا أحتاجه. فهو عملية الديزاين مهمة جدا. الخطوة الثانية يجب أن يكون إيزي، سهل، سريع، إنتاجي، حتى يسهل عملية التفاعل مع البشر. فهذه خلوا تحت نقاط، أو العفو خط تحت الإيزي، كوكلي أند بروتكتيف، هذه تيجي على شكل فراغات، أو احتمال يجي التعريف بشكل كامل، أو احتمال يجي على شكل خيارات، ارسم دائرة حول الكلمة الصحيحة، احتمال أجيب بس إيزي وأقول لك هذا التعريف، هذا المن تابع شنو يقول. التعريف الثاني يقول is HCI is the study of how people interact with the computers and to what extent computers are or are not developed for successful interaction with the human begins. هنا عملية التطوير خلي خط تحت عملية developed، يقول ان يكون التفاعل بين الانسان والحاسوب يتطور او لا، يكون ناجح التفاعل لو لا. فهنا التطوير عملية مهمة في عملية التعامل بين human والكمبيوتر. النقطة الاخيرة اللي هو يقول هنا نشوف عندي هنا التفاعل، الشغلة الأساسية شوف أكو كلمة with the design, evaluation and implementation، ثلاث نقاط أساسية لنجاح التفاعل مع البشر، اللي هو design عملية تصميم النظام، جدا مهمة عملية تصميم النظام. evaluation التقييم، أنا لما دا أشتغل دا أقيم انه هذا ادى المهمه التي صممت من اجله، اي نعم ادت، تمام. انتقل الى المرحله الاخيره اللي هي implementation عمليه التنفيذ، انه التنفيذ مالته النظام سوى تفاعل بين الانسان، اوكي نعم خلاص اني هسه التطبيق اللي سويته هو فعال جدا وما بي اي خطا، يكون قابل للتنفيذ او قابل للتفاعل مع الانسان. نقول الآن نقوم بتعريف define the interactive interface. هنا لا تنسى الخطوة اللي قبلها كان تعريف ال HCI، هنا تعريف interactive interface اللي هو تفاعل مع الواجهات. نشوف النقطة الأولى، هنا يوجد تعريفين،
أو نقطتين أساسية في الانترفيس. نقول interactive interface، نقول as mediator، نقول هو كوسيط، الواجهة تستخدم كوسيط، which carries your user action through the implementation of the work of the technical help that the implementation of this task. هنا يقول اعتباره انه هو وسيط، يعني هسه الواجهة هي وسيط بين الانسان وبين الكمبيوتر، من خلالها يسهل عملية التعامل مع الكمبيوتر. اكزامبل على هالموضوع مثل ما تشوف امامك، هذه واجهة او انترفيس لمنيو مال طعام، مجرد الضغط او التاتش على الاكلة اللي موجودة نعرف تروح هذه الى طلباتي، ومن خلالها يصير التفاعل بين الانسان وبين هذه الواجهات، يعني ادت الشغلة التي نفذت من اجلها. النقطة الأخ اللي هو الانتراكتيف انترفيس، يقول it is collection، يقول هو عبارة عن مجموعة من informatics tools، معلوماتية، أدوات معلوماتية، information informatic tools، هذه معناتها أدوات معلوماتية that allow use، تسمح لليوزر أو الجروب أو مجموعة المستخدمين في الحصول على هذه التكنولوجيا إلى تنفيذ هذه التقنية التي تهدف إلى تنفيذ هذا العمل. فهي نقول عبارة عن مجموعة tools. على المثال اللي موجود طبعا هي مجموعة informatic tools، مثل هذه ما تشوفون المنيو موجودة، هذه tools نسميها. فهي احنا نقول بالبداية انه الانترفيس هو وسيط بين الإنسان وبين بين الكمبيوتر من خلال الواجهة. والنقطة الثانية هي يوجد فيها informatic tools اللي هي هذه الأيقونات. جو الانفورماتيك خلي خط، هذا هم سؤال. إذا أقول لك مثلا it is collection فراغ وكمل الجملة، فأنت رأسا تعرف تقول هو informatics tools. عدها هنا عندنا نبذة تاريخية عن the stage of development interaction between human and computer، هذه للاطلاع، يعني ما بيها فشي، هذه للاطلاع. هسه ذا يحكي generation، الأجيال اللي مرت عملية التفاعل بين الإنسان والحاسوب. First generation بدأ بين 1945 وانتهى بال 56، والنقطة اللي هو second generation والthird generation بدأ من سنة 56 إلى 70. طبعا هاي نبذة تاريخية مجرد للاطلاع، مو ذات أهمية، بس اطلعوا عليها لا أكثر ولا. والنقطة الأخيرة اللي هي المودرن كمبيوترز بدأ من 71 إلى حد يومنا هذا، وتطورات التفاعل بين الإنسان وبين الكمبيوتر من خلال هذه الأدوات الموجودة. شكرا لإصغائكم، أتمنى أنه نتلقى أسئلتكم على هذا الموضوع.